كلمة بس للطبيبات الجمال اللي متخرجين النهاردة، انتي بيتك ثم بيتك أولادك وبعدين مهنتك. أنا اوعي حد يقولك مهنتك قبل ولادك، اوعي. حضرتك لو قعدتي في البيت في مليون طبيب بره هيعالج، لكن لو سبتي ولادك ما لهمش غير أم واحدة، هو أنت. هل مساواة المرأة بالرجل أمر اختياري؟ أم أنه أمر بديهي يجب أن يطبق بلا نقاش؟ وما هي المساواة؟ هل تقتصر على انخراط المرأة في العمل؟ أم يمكن للمرأة أن تحصل على المساواة حتى لو كانت ربة منزل؟ كلها أسئلة وردت عبر السوشيال ميديا بعدما أثارت نقيبة الأطباء في القاهرة جدلاً واسعاً بتصريحاتها. فتواجه الدكتورة شيرين غالب موجة حادة من الانتقادات بعد كلمة لها في حفل تخرج طالبات كلية الطب بجامعة الأزهر، نصحتهم فيها بالتركيز على منازلهن وتربية أولادهن قبل التركيز على عملهن، وقالت بالحرف بيتك ثم بيتك أولادك وبعدين مهنتك. كانت هذه الكلمات سببها إثارة الجدل، فطالب مغردون النقيبة بالاعتذار عن تصريحاتها لما فيها من ترسيخ لبقاء المرأة في المنزل وعدم اقتحام سوق العمل. كما أيضا تدخلت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي وطالبت النقيبة بدعم عمل المرأة ومساندتها. الدكتورة التي أثارت الجدل ردت على ما يحصل وقالت إن الفيديو قديم ويعود للعام الماضي، وأنها تحدثت بعفوية دون ترتيب، وأنها أيضا كما نصحتهم بالاهتمام بمنازلهن وجهت لهم في نفس الكلمة نصائح للتعامل مع المرضى ومع زملائهم. أنا في بداية حياتي سبت كلينيكال وزوجي ما قاليش سيبي، لأن لقيت إن أنا ولادي متبهدلين ولقيت ان بيحصل لهم مشاكل بسببي، فاخترت برانش ما باتش فيه بره البيت. فما تيجي تختاري التخصص حاولي اختاري التخصص اللي يناسبك او يناسب وضع بيتك، وحطي في مخك برضو بيتك الاول. انا مش هطول عليكم، الف مليون مبروك. رغم الانتقادات الكثيرة التي وجهت الى الطبيبة، فاننا اخترنا لكم تعليقات ممن انتقدها وممن دافع عنها. سنبدأ بالدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة التي كتبت عبر صفحتها: سيدتي الفاضلة الطبيبة الناجحة تنجح في بيتها وعملها، ومهنة الطب لا تعني إهمال الأسرة، خانك التعبير. تحية لكل طبيبة قدمت الخدمة لمريض وأنقذت حياته، وتحية لكل أسرة طبيبة. أسرة طبيبة تعلم أن الأم العظيمة تقدم كل دقيقة خارج المنزل في إنقاذ إنسان. ياسمين دافعت عن الدكتورة شيرين وقالت في تغريدتها: الانتقادات موجهة للدكتورة شيرين غالب علشان قالت بيتك أهم من مهنتك، مع أن من كم يوم إيلون ماسك نزل تويتر بنفس المضمون وما سمعناش اعتراض. دي قمة عدم احترام حرية الرأي. نعود إلى المنتقدين، والدكتورة سحر منهم كتبت في هذه التغريدة: النجاح لا يتجزأ، الناجحة في عملها ناجحة أيضا وبامتياز في بيتها ومع أولادها، فهي لا تقبل بأي تقصير ولا فشل لحياتها وبيتها. وفي صف المدافعين عن النقيبة كانت دنيا أيضا التي كتبت في هذه التغريدة: كلامها كان صح 100%، الإنسانة الطبيعية أم قبل ما تكون طبيبة، وهي ما قالتش ما يشتغلوش ولكن يختاروا شفتات تلائم بيتها وأولادها. أخيرا كانت علياء محايدة وقالت في تغريدة أخرى: هو ليه لازم ناخذ الموضوع بتطرف؟ كل أدوار المرأة مهمة، الطبيبة بتنقذ ملايين الأرواح والأم بتربي ملايين الأطباء، هي حرة تعمل إيه طالما اختارت بإرادتها وحريتها. لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع معنا من القاهرة الباحثة في قضايا المرأة عبير سليمان. أهلا وسهلا بك أستاذة عبير. تصريحات أثارت الجدل لنقيبة أطباء القاهرة شيرين غالب، ما هو رأيك أولا بهذه التصريحات؟ وهل هي فعلا قامت بالتقليل من عمل المرأة؟ أم أنها برأيك وجهت نصيحة عابرة؟
الحقيقة مساء الخير الأول وتحياتي لحضرتك. أنا شايفة أن لكل مقام مقال، أن خانها التعبير وأن الكلام مش في موضوعه الصحيح أو مكانه. غالبا إحنا لما بنجد مشاكل في مسار المساواة أو تحقيقها بالشكل اللي إحنا بنطمح ليه، لابد أن نوجد البدائل أو حل المشكلات وتذليل المشكلات. كان من الأولى أن تركز نقيبة الأطباء على المشاكل التي تواجه الطبيبة الناجحة في الصدام مع المجتمع والأسرة أو الموازنة بين العمل والأسرة. يعني لابد أن احنا نجد دعم، مسارات دعم قوية جدا للمرأة المكافحة اللي هي تملك رعاية داخل أسرتها، تملك يعني مكانة أسرية سواء كانت أم أو زوجة أو كانت ليها مكانة أسرية في رعاية عدد من الناس اللي تحت ولايتها، وكمان على المستوى المهني المفروض أنها تجد دعم أكبر لتحقيق الهدفين مش نحبطها. الحقيقة خطاب محبط جدا للمساعي النساء أو الحركة النسوية المصرية اللي هي بتنهض بالمرأة أن تخوض كل المعارك الميدانية على المستوى المهني. الحقيقة مفيش مهنة بتقول للمرأة ما تدخلهاش، وإلا نبقى احنا كده عملنا حالة من التمييز المعتبر والصريح والمباشر ضد المرأة. ويعني الأمر ده أنا شايفاه يعني ظالم بشكل صريح جدا للمرأة. إذا احنا أعطينا للمرأة الحجة في أنها تقعد في البيت لمجرد أنها أم أو لمجرد أنها زوجة، فإحنا بنقول لها الأولوية لبيتك. ما هو دي كل حالة هي اللي ليها الاعتبار وليها الحكم على تصرفها أو الحكم على حالتها الشخصية. ما فيش حد من حقه أنه يقول لها تعمل إيه أو ما تعملش إيه. ده أولا. ثانيا أن إحنا في محفل علمي المفروض يكون مساند وداعم لحالة من بداية المرحلة المهنية اللي مفروض تكون فيها نضالات وتحقيقات ومكتسبات للفتاة اللي خرجت كطبيبة، خرجت لسوق العمل. بالعكس أنا شايفة كان من باب أولى نقيبة الأطباء أن تدعم الحالة الوطنية لدى الطبيبات، أن تدعم الحالة المهنية لدى الأطباء الطبيبات، وأن تقول لهم بشكل صريح كيف يتخطوا العواقب الاجتماعية والأسرية لتحقيق ذاتهم، وأن تكون محققة بدل أن تقوم بإحباط الهمة في أنها لا تستطيع. أنا شايفة أن الخطاب بيقول في فحواء انها لا تستطيع الموازنة، وان الاولوية للابناء وللأسرة، وكيف ونحن نعم. جميعا نعمل ولدينا ابناء، واغلب السيدات المكافحات لديهم ابناء ولديهم أسرة ولديهم أزواج، ويعملن بجهد، ويمكن أي حد في سوق العمل يقول لحضرتك قد إيه المرأة لما بتتولى منصب أو مكانة بتكون مخلصة جدا في أدائها وبتكون محققة للغاية. طيب، هناك من علق على السوشيال ميديا بأن هذا هو رأي الدكتورة شيرين ويجب احترامه، فهي إلى الحرية باعتقاد ما تشاء بشأن دور المرأة، كما كان للآخرين أيضا حق يعني رأي آخر أنه كل حدا بيصرح على يعني على ذوقه. شو رأيك؟ الحقيقة كنت ممكن أفهم ده لو كانت في ندوة اجتماعية أو ندوة أسرية، كانت الطبيبة هتكون حرة في إبداء رأي شخصي، ولكن عند احتفالها بتخرج دفعات المفروض إن هم يكونوا طبيبات ويخوضوا معارك ميدانية مهنية، أعتقد إنها يعني جانبها الصواب في اختيار الألفاظ والمفردات اللي يجب أن توجهها لطبيبات في مقتبل الحياة المهنية. مفروض إن هم يروا نماذج من الطبيبات المجدات المحققات، وكونها نقيبة الأطباء فهي محققة، فهي رمز وقدوة لطبيبات إن هم يخوضوا العمل المهني بهمة ودون إحباط. إحنا بعض العبارات يكون فيها السم في العسل، يدس فيها السم في العسل، وتستظل بخطاب رجعي دون أن ندري. يعني الأمر معزز جدا جدا
لوجود المرأة في البيت ومحبط جدا جدا لخروجها إلى سوق العمل، علما أن الواقع مضاد تماما بشكل جذري لهذا المسار اللي بيقول أن المرأة تفضل في البيت. أغلب السيدات من أي مستوى اجتماعي الآن يعملن بشكل حقيقي، 75% في المؤسسات والهيئات بيشغل سوق العمل فيها السيدات، أكثر من 45% من سيدات مصر معيلات، فيعني إحنا بنتكلم في نسبة 50%. المجتمع والواقع ساند ودعم بشكل حقيقي المساواة. نحن بنقول بالورقة والقلم إن في مساواة تامة وربما يعني تكون مطلقة بين الرجل والمرأة ولكن ليس معترف بها. حين نرغب أن نحاجج بأمور ليست منطقية وليست واقعية وقد ترهق المرأة العاملة بدل أن تجد لها البدائل والحلول والدعم والمساندة. وصلت الفكرة. نعم، شكرا جزيلا لك الباحثة في قضايا المرأة عبير سليمان، كنت معنا من القاهرة.